الاتفاق السياسي أو الصلح الذي يعقد لا بد أن يستند على أصلين مهمين. الأصل الأول ألا يخالف قطعيا من قطعيات الشريعة، ثم الأصل الثاني أن تتوخى فيه مصلحة المسلمين، وأعني بمصلحة المسلمين مصلحة الجماعة، جماعة المسلمين، لا مصلحة طائفة أو جماعة من المسلمين. فلذلك بعض الناس يقولون بأن هذا الأمر كان للمصلحة، لابد أن نعرف بأن المصلحة في الشريعة ليست على درجة سواء، فهناك مصلحة معتبرة وهي التي دل الشرع على اعتبارها، وهناك مصلحة ملغاة يعني الخمر والميسر كما قال ربنا فيهما وإثمهما أكبر من نفعهما، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فالمصلحة الموجودة فيهما ملغاة إلى جانب هذه المفاسد العظيمة التي فيهما.